السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على هذه النعمة. هنتكلم عن النبات داخلي منزلي أو نباتات الظل، من أقوى أنواع النباتات اللي ممكن إنك تمتلكها وتخليها عندك في البيت. أحفظ اسمها نبات السينغونيوم. طيب، هذا نبات السينغونيوم هو يعتبر من النباتات المائية. حيسألني البعض يقول لي إيش هو مائية؟ يعني ممكن إنك أنت تقص عقله وتحطها في الماء هتبدأ تجذر معاك في الماء. هذه سموها عقلة يا جماعة، هذه من هنا إلى هنا، من الورقة إلى الورقة، هذه تعتبر عقلة. هنجي نشوف اللي هي جذورها، هذه تدعى بالجذور الهوائية، سميت بالجذور الهوائية لأنها تنمو في الهواء. طيب، في حال أنك أنت قصيتها من هنا وحطيتها في الماء، هذه سبحان الله الجذور الهوائية اللي أنت تشوفها هتبدأ تجذر عندك داخل الماء. طيب، هي تعتبر من النباتات المتدلية، زي ما أنتم شايفين حطينا في حوض علاقي، هتبدأ تتدلى معنا. تبغاها من النباتات المتسلقة؟ هنشوف هنا عندنا. طبعا أنا ما أقدر أنقل النباتات، أحب أشوفكم تشوفوها في موقعها الطبيعي. شايفين متسلقة، تبدأ هي سبحان الله تتسلق، أو ممكن تكون زي هذه النبتة، نحط لها عمود تبدأ تتسلق معنا. هنيجي نشوف هذه جذورها الهوائية أكبر، شايفينها؟ هذه تدعى بالجذور الهوائية لأنها تنمو في الهواء. أنت هذه عندك الآن عقلة، من الورقة إلى الورقة هذه تدعى عقلة، فهو شيء اختياري. تقدر تخليها ثلاثة عقل وتقصها وتكاثرها في الماء، وتقدر تخليها عقلة عقلة. طيب، هذه من النوع النادر، هذه variegated اللي هي الملونة، سينغونيوم كذلك. في ناس سموها رجل البطة، في ناس يسموها الأرو هيد اللي هو راس السهم. لها أشكال ما شاء الله تبارك الله كثير، أوراقها جدا جميلة. هذه اللي هي برضو لونها وردي سبحان الله، وهذه يسموها الآيس فورست، وهذه اللي هي سبحان الله شوفوا كيف كأنها فيونكا، كأنها سهم، جميلة جدا. طبعا هي حتتحمل معاك هذه النبتة قلة الضوء، الضوء العالي، العطش، كثرة الماء، لأنه هي نبات مائي، فهيتحمل معانا حكاية اللي هو زيادة السقاية عليها. فهي ما شاء الله تبارك الله جميلة. قلنا شوفوا اهي، انا مخليها من المتسلقات، بحاول ادعمها في العمود نفسه حق هذا، هذه جذورها الهوائية سبحان الله. فهي برضو كمان نظرة سريعة كذا نعطيها، طالما انه عندنا في مجال انه نتكلم في الفيديو، اي نبات تشوف لي جذور هوائية زي كذا تعرف انه هو من المتسلقات، جذور هوائية هذه اللي هي تنمو في الهواء، فهي تساعدها سبحان الله انها تتسلق. شوفوا هذه ما عندها جذور هوائية سبحان الله، هي متعتبر من المتدليات. شايفين ما فيها اي جذر هوائي، ما فيها اي جذر هوائي. وضحت ان شاء الله تكون كده عندنا الصورة. الله يعطيكم ألف عافية.